للحديث عن هبوط أسعار النفط وتأثر العراق بذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة البصرة الخبير الاقتصادي نبيل جعفر المرسومي. أستاذ نبيل، مرحبا بكم. سأناقش معكم انهيار كبير بأسعار النفط، ولكن ما يهمنا الآن هو الموظف العراقي. هناك مقترح كشفه المتحدث عن مكتب الإعلام والاتصالات في مجلس الوزراء علاء الفهد، يتحدث عن مقترح حكومي لتغيير النظام الخاص بدفع رواتب الموظفين في البلاد، يتضمن الادخار الإجباري. ما معنى ذلك أستاذ نبيل؟ يعني مواضيع الموظفين ترتبط بعائدات النفط، واليوم شفنا انهيار كبير في أسعار خام غرب تكساس. طيب. بحيث وصلت إلى معدلات سالبة، وبالتأكيد راح يكون لها أثر على قيمة الصادرات العراقية، ولو الأثر سوف يكون محدود جدا باعتبار أنه هذا الانخفاض اللي حصل اليوم هو انخفاض وقتي يرتبط بالحمى الزائدة لدى حاملي عقود الآجلة الأمريكان لبيع هذه العقود، لأنه ستنتهي استحقاقها يوم غد. على العموم الأسعار المتدنية للنفط خاصة بعد فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، لأن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 92% إيرادات الموازنة 92% تعتمد على النفط، وبالتالي عندما الموازنة يعني 2020 قائمة على 56 دولار. بعجز 51 صحيح. بعجز 51 تريليون دينار، لكن اليوم نتحدث عن 26 27 ربما 25 دولار للبرميل، ومثل ما اصبحت الموازنه 2022 جزء من التاريخ. المقدر انه في العام الماضي كان مجموع الايرادات النفطيه 78 مليار و527 مليون دولار، لكن هذه السنه ربما لا تزيد عن 36 مليار دولار، وهذا معناه انه غير كافي حتى لتغطيه رواتب الموظفين اللي تزيد عن 50 رواتب الموظفين، نقصد بها رواتب الحمايه الاجتماعيه للمتقاعدين ايضا اللي تزيد عن 50 مليار دولار، وبالتالي هناك عجز 14 مليار دولار فقط لتغطيه الرواتب. أستاذ نبيل، ولذلك وجدنا اليوم. طيب أستاذ نبيل، لنناقش نقطة بنقطتها. يعني أولا أريد أن أعرف منك ما معنى العقود الآجلة، هذا أولا. ثانيا، موازنة 2020 كانت مقررة على سعر برميل النفط هو 56 دولار للبرميل الواحد، هناك كما ذكرت تفضلت به هناك عجز يقدر ب 51 تريليون دينار عراقي. كيف ستخرج الحكومة الحالية، حكومة مصطفى الكاظمي، من هذا المأزق؟ يعني العقود الآجلة هي العقود اللي تبرم اليوم وعلى أن تسلم في زمن قادم. طيب. ولذلك اليوم شفنا العقود الآجلة لشهر آيار ستنتهي يوم غد، وهناك المزيد من الداعين نفط في حوزتهم عقود، لا أحد يشتري هذه العقود بسبب عدم وجود طاقة تخزينية في مدينة كوشنج في أوكلاهاما الأمريكية، بالساعة التخزين تقريبا واصلة إلى حد الأقصى، كلفة الخزن عالية جدا هناك، وبالتالي اضطر الحائزي العقود الآجلة إلى بيع هذه الأسعار ثابتة ناقص 8 دولار، وهي أول مرة تحصل بتاريخ النفط إنه الشركة تبيع نفط وتعطي للمشتري ايضا 8 دولارات مقابل كل برميل نفط خام. هاي معنى العقود الآجلة، وبالتالي انا اعتقد من خلال الايام الثلاثه المقبله بعد يوم الثلاثاء ممكن ان يسترجع خام غرب تكساس الوسيط اللي يتم المتاجره به تحت اكبر اسواق المضاربه بالعالم واللي هو سوق نيويورك، حيث يتاجر ايضا اسواق المضاربه والبراميل الورقيه لعبت دورها في انهيار الاسعار. اما نرجع للموازن مصطفى الكاظمي. نعم. طيب طبعا نعم دكتور تفضل اكمل. التحدي الاول اللي بيواجه رئيس الوزراء الجديد هو الوضع الاقتصادي التاركي الموجود في البلد، الخزانه فارغه في البلد والالتزامات الماليه كبيره جدا، رفعنا موازنه 2020 عدت على 162 تريليون دينار. نعم. يعني حدود ال 130 مليار دولار. نعم. كل عائدات النفطيه
هي راح 36 او 35 مليار دولار، نضيف لها 7 مليارات عائدات غير نفطيه، يعني كل عائدات البلد هي ما تتجاوزت 40 مليار دولار، في حين ان فقط الرواتب 50 مليار دولار، زائد الالتزامات البلد الاخرى اقساط خدمه الدين 15 تريليون، نحتاج ندفع الشركات الاجنبيه 12 تريليون ونص، نفقات الوقود، نفقات الغاز، نفقات البطاقه التموينيه وغيرها من النفقات اللي تحتاجها البلد، ولذلك الوضع لا يحسد عليه، واعتقد انه التحديات الابرز في المرحله القادمه هي كيف يمكن العبور من هذه الازمه باقل ما يمكن من الخسائر. طيب أستاذ نبيل، سعر النفط الامريكي يهبط بالسالب، سعر نفط برنت اصبح بلا فوائد، موضوع هل إيقاف الإنتاج هو الحل الأمثل حتى يعود النفط لسعره الطبيعي باعتقادك؟ هل هذا هو الحل؟ النفط العراقي والعالمي؟ النفط العراقي والعالمي؟ لا لا، هو اسمح لي، عقود خام غرب تكساس الفورية، نعم، وعقود خام غرب تكساس كان صاعدا لا يجرى عليها أي تغيير اليوم، نعم، ولا حتى عقود خام برنت، خام برنت نزل اليوم من 28 الى 26 دولار. طيب بدي اوضح ناحيه مهمه جدا، انه ثلثي صادرات العراق هي للاسواق الاسيويه. طيب وبالذات للهند والصين وكوريا الجنوبيه، هاي تسعر على خام برنت ولا غرب تكساس، تسعر على اساس معدل خامي عمان ودبي، يعني بهاي الظروف الحاليه ممكن العراق يبيع 21 او 22 دولار ما ضمن نفطه للاسواق الاسيويه. طيب لاوروبا العراق يسعر نفطه خام برنت، وهي ايضا كميه ناقصه عن نصف مليون برميل، عن خام برنت ناقصا يعني حدود اليوم حدود 8 دولارات بسبب الاوضاع الحاليه، وبالتالي ايضا حدود 20 دولار فقط. ال 400 الف دولار اللي تصدر للاسواق الامريكيه هذا يحصل فيها انخفاض في سعرها بسبب الخطاب اللي جاي يحصل في اسعار وخام القياس الامريكيه، وخاصه خام قياس افكي اسيا بسعر. طيب طيب استاذ نبيل، اما مساله وقت الانتاج النفط فهي مساله جدا غير وارده، لان معناها انهيار منظومه الانتاج والتصدير العراقي. بالعكس انا رايي انه نشجع على حرب اسعار مفتوحه حتى يخرج منتجي النفط مرتفعي الكلفه، وبخص المنتجين النفط الصخره الذين لا يلتزمون باي تخفيضات مع اوبك بلس، والذين هم دائما يكسبون في كل ازمه نفطيه من خلال الاستحواذ على مزيد من الحصص السوقيه على حساب منظمه اوبك. طيب استاذ نبيل، نعود الى وضع الموظف العراقي. من بين الخيارات المطروحه لدى اللجنه الماليه في البرلمان هو مساله تغيير نظام الرواتب بنسبه 25% لجميع الموظفين. تغيير النظام، هل المقصود هنا تقليل الرواتب؟ يعني هو اليوم طلع هذا التصريح الصبح، نعم، الناطق الصحفي، وبعدين الجوانب العامه نفيت. التحقيق اليوم لا يوجد جهه في العراق تستطيع ان تتحمل مسؤوليه تخفيض رواتب الموظفين. يعني مساله يعني مصطلح تغيير، نعم، نظام الرواتب بنسبه 25% هو معناته تقليل؟ نعم نعم. نعم. ولهذا أقول لا توجد جهة مخولة بتخفيض رواتب الموظفين، ينبغي أن تكون هناك حكومة جديدة كاملة الصلاحية في هذا الأمر. أما ما ظهر اليوم تعديل نظام 25 تخفيض، معنى تخفيض رواتب موظفين الدولة بنسبة 25% أو تقليص المخصصات الموظفين أو نظام الادخار الإجباري. هذه ثلاث مقترحات طبعا. وأيضا وبشأن نعم، تخفيض المخصصات غير الثابتة، تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب. نعم تخفيض، كلها تخفيض. تعرفون أنه في الخير راتب الموظف هي مخصصات. نعم نعم. يعني نجي مخصصات الزوجية، مخصصات الجامعية، مخصصات المنصب، مخصصات السكن، مخصصات النقل، كلها مخصصات الرواتب. نعم نعم. رواتب الموظف هو مخصص، عندما يمتد بقص الحكومة إلى قص المخصصات معناه أثر سلبيا على راتب الموظفين، وهذا إجراء طبعا لم تسبقنا بها أحد من الدول. يعني لأزمة 2014 أيضا قام السيد حيدر العباد. أستاذ نبيل بعجالة لو سمحتم، مسألة تخفيض الرواتب بنسبة 25% وأيضا تخفيض المخصصات،
هل سينعكس على السوق؟ هل ستهبط أسعار السوق في المواد الغذائية وأيضا الخضر والفواكه؟ تعتقد ذلك؟ بعجالة لو سمحتم. لا لا لا، احنا كل يعني الطلب الداخلي هو يمول بعرض خارجي، يمول من خلال استيرادات، وبالتالي لا اثر سوف يكون على اسعار السلع، يعني الجهاز الانتاجي المحلي مو هو اللي يلبي الطلب الداخلي، وانما نعتمد على الاستيراد من الخارج، وتكون له تاثيرات سلبيه على مستوى معيشه الموظفين اللي يشكلون النسبه الاكبر من سكان العراق. أنا أشكرك من البصرة الخبير الاقتصادي الأستاذ نبيل جعفر المرسومي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.